يعني ميسان، كثار مننا مترقب وبشوق بشهر رمضان المبارك الأعمال الدرامية. 15 عملا دراميا، 6 أعمال منهم بيئة شامية، رح يكون محط أنظار عشاق الدراما السورية مع واقع الدراما والظروف المحيطة، ابتداء من السيناريو والنص، التصوير انتهاء بالإخراج وإمكانيات الإنتاج. مع تعدد الأعمال نخص بالذكر أيضا الأعمال الشامية والطابع اللي بتاخده من عملية طرح الفكرة، صياغة السيناريو، كل هالتفاصيل وهالأمور رح نتحدث فيها وبشكل موسع ومفصل مع زميلنا وضيفنا الإعلامي ملهم الصالح. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. رمضان كريم. رمضان كريم علينا جميعا إن شاء الله. يسعد صباحك ورمضان كريم، ينعاد عليك يا رب الصحة والسلامة. صباحك. دائما فعلا بيكونوا السوريين بحالة ترقب للدراما السورية، شو بدها تقدم شيء مميز في كل عام بشهر رمضان بالسباق فينا نقول الرمضاني. خلينا نحكي شوي هاي السنة عن التنوع بالأعمال الدرامية، هل يوجد تنوع حقيقي وإيجابي في الدراما السورية لهذا العام؟ يسعد صباحكم بداية. الحقيقة ميسان، السلة الدرامية الرمضانية السورية هي يعني اليوم بيترقبها باعتقادي المشاهد العربي أينما وجد، يعني ليس فقط في الجغرافيا العربية ولكن في أنحاء العالم. اليوم كتير ساعد وجود منصات إلكترونية، صح، إضافة إلى القنوات الفضائية إلى وصول هذه الدراما إلى يعني شتى أنحاء العالم وفي أي وقت أنت تشائين. يعني ما عاد أنت مرتبطة كتير بوقت العرض اللي بيحطه التلفزيون، لا، صار فيك أنت من خلال المنصات الإلكترونية. العودة إلى سؤالك، هل هناك تنوع؟ بالتأكيد الحقيقة هناك تنوع، ولكن هل هذا التنوع شامل أم أنه يعني تخصص بأنواع معينة؟ سلة رمضان لهي السنة بتتميز بأنه العودة بشكل مركز على الأعمال البيئة الشامية واستقطاب مخرجين مهمين، استقطاب أيضا حشد إذا بدك ترسانة من النجوم والممثلين، وأيضا عودة شركات إنتاج كانت منكفئة ل10 سنين عادت لتنتج أعمال اليوم بيئة شامية. أعتقد السبب سالي هو أنه ربما شركات الإنتاج أعتقد أنها يعني علمت أنه الميزة في واحدة من مزايا الدراما السورية التي لا يمكن تقليدها هي أعمال البيئة الشامية، لأنه هي طابع محلي، وبالتالي هذا الطبق يعني إذا غاب على عن المائدة الدرامية الرمضانية سيشعر المتلقي العربي بنقص ويضطر إلى أنه يتابع أي عمل حتى لو كان قديم بيئة شامية، وخصيصا العربي. وقت حضرتك ذكرت العربي، يعني منشوف ومنلاحظ أنه حتى بتونس، بالمغرب، بالخليج العربي، بكل البلدان العربية فعلا هن كتير عشاق لمسلسلات البيئة الشامية، وحتى للحظات يمكن بيفكروا انه حياتنا هي بيئة شامية. تمام. يعني نشوفها انعكست حتى بتعاملهم مع السوريين وقت بيلتقوا فيهم للمرة الأولى. هلأ الحقيقة هي الأعمال ميسان، خلينا نكون بس يعني واقعيين، ما عم تلاقي صدى كبير اليوم بالشارع السوري، صح؟ كثير من السوريين عم يقول لك ما عم نعرف هذا المشهد، صح، لانه مسلسل، صحيح، لانه عمل، لانه كتار. هلا كتار، وزائد انه الفريق العمل ميسان عم يشترك، يعني انت بتلاقي ممثل مثلا مشارك بنفس الموسم ب4 أعمال بأشامية، فانت ما عاد تعرفي انه هذا الممثل لما بتشوفيه بمشهد بتتوقعي انه بالعمل الفلاني، نفس الديكور ونفس اللبس ونفس كل شيء. تماما، هذا بالنسبة لنا، بس بالنسبة للوطن العربي الحقيقة يبدو هذا الطبق شيء جدا، يعني شهي جدا، لدرجة انه اهم القنوات العربية اليوم تدخل في انتاج الدراما، صحيح، البيئة الشامية تدخل في انتاج، يعني فلذلك وهي الاعمال عم تاخذ اوقات ذروة، اوقات عرض ذروة برمضان، فبالتالي عم تجيب نسب، اذا اعلان عم تجيب متابعة كبيرة. نعم. هذا الموسم اليوم نحن بس خليني نوه يعني عن نقطة، الحقيقة أنا كتير حزين لإلها، لأنه نحن كنا متفائلين وأنه 15 عمل اليوم يعني قطاف السلة الدرامية الرمضانية، لكن سالي بين مبارح وأولت مبارح، يعني خلال 48 ساعة تم تأجيل، انسحب 3 أعمال من ال 15، فبقيوا الحقيقة اللي مأكدين العرض هن 12،
وانا حزين الحقيقه انه هي الاعمال اللي انسحبت هي هي مقابله مع السيد ادم الجزء الثاني للاسف، وايضا للاسف ناطرينه الكل على فكره. اي والله اي والله الحقيقه ونحن منهم يعني. غياب ايضا بروكار 2 كما بدنا نترحم الله يرحمه الكاتب كاتب العمل، توفى من فتره ما بنعرف اذا وفاه الكاتب هي اللي اثرت او لا. وايضا في العمل الثالث هو المرتقب من الجمهور العربي والسوري اللي هو السنونو للكبير والقدير يعني ياسر العظمي. الحقيقه تاجيل الثلاث اعمال هدول يعني سحبهم من السله اكيد اثر على السله، ولكن ما زالت السله بقوامها المتماسك. فينا ناخذهم بالمنحى الايجابي انه مع زخم الاعمال ممكن يتابعوا بطريقه يعني نتفرد بمتابعتهم، صحيح نحن ناطرينهم ولكن ممكن ناخذها هيك لظروف معينه او لا فينا نحن هلا اليوم نحن يمكن اجلنا هدول، كان هدول يمكن الاساسيات اللي لازم يكونوا بشهر رمضان. هلا سالي انت من كانك انت من انصار شو بيقولوا لا الايجابي دائما يعني انه دائما اي شيء بيصير في له نواحي ايجابيه. الفكره اللي انت عم تحكي عليها سالي، اليوم اهم شركات انتاج الوطن العربي للدراما صارت عم تتبعها اليوم، يعني نحن بس ما بدنا نذكر اسماء يعني شركات. يعني مشان ما نغفل البعض، لكن في شركات كبرى على مستوى الوطن العربي اليوم غايبة عن الموسم الرمضاني قصدا. يعني هي أعلنت قبل بشي 6 أشهر 7 أشهر أنه هي غير معنية بالسباق الرمضاني وأعمالها ستلي رمضان، وفي أعمال ضخمة عربية بعتقد يعني المتلقي رح يعرفها رأسا ويحددها غابت عن موسم رمضان، علما أنه هي كانت تقدم برمضان وأخذت شهرتها من رمضان وهلأ هي خارج الإطار الرمضاني. هلأ هذا السبب اللي عم تحكي عليه سالي، أنه أنا اليوم عم يصفن المنتج أنه أنا لما بدي فوت بسباق رمضان أنا عم نافس 30 عمل أو 20 عمل، طيب بينما انا لما بفوت خارج رمضان انا ماني عم نافس حدا تفرغ. فالشارع كله متفرغ يعني فاضي لعمل اللي عم ينعرض العرض الاول. هذا هي النقطه الحقيقه. هلا نحن ما عم نقول هن صائبين، هن عم يجربوا هلا هذا الموضوع، ولكن هي التجربه مو من فراغ يعني اكيد في الى خلينا نقول معطياتها او اللي مستندين عليها اللي عم يحاولوا يجربوا. لكن غياب الشركه مو عمل من أعمال الشركة، غياب كل أعمال الشركة عن موسم رمضان الحالي هذا بيدعو أكيد يعني بحط إشارة استفهام. وأنا بروح معي، ولكن مثل ما قلت لك نحن كجمهور أو كمتلقي برمضان الحقيقة كنا كتير معولين على الأقل على يعني مسلسل كبير ياسر العظمي السنو. كلنا يمكن كنا بانتظاره لهذا المسلسل. بلحظة من اللحظات وبفترة من الفترات الدراما السورية الاجتماعية صارت مرآة يعني عم تعكس الواقع اللي عم نعيشه نحن. هاي المرآة لقت الكثير من النقد. عالم كانت معنا مع انه نحن ضلنا عم نشوف حالنا يوميا خلال درامانا، واخرين كانوا عم يقولوا انه هي ايجابيه وذلك لانه يمكن عم توثق مرحله تاريخيه او عمريه او زمنيه من حياتنا يلي عم نعيشها اليوم. هل الاعمال هي السنه حتكون اخذ هذا المنحى او هي متجهه نحو منحى اخر يختلف عن الواقع الحرب اللي عشناها او الواقع الاجتماعي والاقتصادي وظروفنا المعيشيه اليوميه؟ هلا يعني ما عاد في جدل حول انه في نقاط ضعف تشوب صناعه الدراما السوريه، وتجاوز هذه النقاط او حلها سيؤدي بالتاكيد الى تطور الدراما السوريه. واحده من هذه النقاط اللي ما في جدل عليها، يعني الكل مؤمن بانه او موقن او يعني انه فعلا هي النقطه عندنا ضعف فيها، هي النص الدرامي. وبالتالي النص الدرامي هو اللي عم يشكل بوصله العمل بشكل او باخر. فانت طالما عندك ضعف بالنص الدرامي بالتاكيد ستشعرين بانه العمل الدرامي هذا ما بيمسك، رغم انه هو محلي ولكن غريب عنك. يعني بيكون دائما التناول، خلينا نقول مع الاعتذار يعني للجميع، انه قد يكون التناول سطحي. لكن هي نقطه. النقطه الثانيه في الحرب ميسان، في الحروب الإعلام يتفوق على الدراما، لأنه الإعلام بيكون عم يواكب الحدث لحظة بلحظة، الدراما ما فيها تواكب الحدث لحظة بلحظة. اليوم نحن اللي شفناه بالحرب السورية يفوق أي دراما، فما عاد يأثر فينا يعني اللي عم نشوفه على الدراما عم نحسه نسبياً
انه هو رفاهيه بالنسبه للي نحن عم نعاني. بس على الاقل كان بامكانهم انه يعملوا شيء مو للسوريين، هو يمكن للاخرين ليعرفوا بالشيء اللي نحن مرينا فيه، ولكن بصوره افضل، بظروف افضل، بسيناريو افضل. يعني يكتب الاف السيناريوهات تماما عن الحرب او غيرها. ويمكن الناقد، حضرتك كناقد اعلامي او في النقاد عندنا بسوريا، يعني شاهدوا هذا الشيء، شافوا هذا الضعف اللي هلا حضرتك عم تحكي لنا فيه بالسيناريو. يعني هو ما عم يقول انه لنا ما رح يكتبوه او يعملوا المسلسل للسوريين. ايه بس رد على هي النقطه اللي كثير جوهريه. المتلقي السوري لم يعد الطفل المدلل بالنسبه للدراما السوريه. الدراما السوريه اليوم لا تصنع للمتلقي السوري فقط. نعم. يعني هو بالاعتبار عايشه، يعني هو عايشه، مو ناطر يشوف كمان. لا هو مو بس هيك، لانه انت اليوم يعني انت اللي عم تنتجي مشان يدخلك ريع تماما. فبالتالي انت اليوم ما عندك محطات سوريه بيجي منها ريع كبير، بحيث انه انا كمنتج اذا بعتك اياها بقدر اشتغل مره ثانيه. لذلك اليوم المنتج ينظر الى القنوات العربيه، وبالتالي اذا المتلقي العربي هو الهدف الاول بالنسبه للدراما السورية. الاول هلا الهدف الثاني، الهدف الثاني بيجي او بالمرتبة الثانية بيجي المتلقي السوري. ما عم نقول مين افضل، بس عم نقول كيف مشان الدراما تستمر بالعمل. صحيح. الحقيقة النقطة اللي انت قلتي عليها، اشرتي عليها، نقطة كثير مهمة. لكن حتى ميسان، حتى نوجد العمل الهادف والعميق تعرض عنه القنوات الاخرى. وانت بتعرفي انه نحن اليوم ببلدنا نحن بحصار متعدد المستويات. يعني انا رح اضرب لك مثال. مثلا من الاعمال المهمة جدا، نعم، واللي الدراما المصرية حاولت على مدى أربع عقود، 40 سنة، إن تنتج فيلم، ما قدرت. دراما السورية أنتجت عن نفس الموضوع مسلسل السنة الماضية اللي عرضه 5 قنوات، 3 منها سورية والميادين وعرضته قناة أخرى اللي هو حارس القدس. فإذا أنت اليوم لما بتنتجي عمل عميق وعمل هادف، نعم، تعرض عنه القنوات الأخرى. صحيح. لذلك أنت اليوم كمان محكومة بالقناة العارضة بشرط العارض اللي بيحطوا عليك، والعارض هو محكوم بالمعلن. يعني هي الحقيقة منظومة متكاملة مو كتير بتريح الكتاب. لكن الجواب عن حول الدراما المعاصرة اللي هي حاليا هي السلة فيها 7 أعمال، لا، في أعمال الحقيقة تبشر. يعني أنا شفت مثلا البروميات، اطلعت على بعض النصوص او بعض المقاطع من النصوص. مثلا بذكر خريف العشاء، خريف العشاء الكاتبه ديانا جبور، السيده ديانا جبور، اليوم الاخراج لجود سعيد. هذا عم يحكي عن فتره مجموعه من الشباب، 3 شباب بفتره السبعينات والثمانينات بيحاولوا يتحدوا ظروف التيار في تلك الاونه. نعم. والى وين وصل فيهم المصير. الحقيقة في أعمال أيضا عم تتناول هذا الجانب. لكن هي السنة أنا ما لاحظت أنه في عمل عم يروح على تناول الحرب بشكل المباشر، عم يروحوا على تناول تداعيات الحرب، إسقاطات الحرب، ظلال الحرب، عم يحاولوا يصوروا الواقع. يعني قبل ما هيك ينتهي وقتنا لازم يكون أكثر، ولكن قبل ما ينتهي وقتنا بدنا نذكر الأعمال الشامية، 6 أعمال بيئة شامية. نحن ما رح نطلق أحكام عشان ما يقولوا لسه ما شفناهم ولسه ما رح، ولكن أنت كإعلامي وجهة نظر، خلينا نقول بدنا نعطي رأي نحن. 6 أعمال بيئة شامية بموسم رمضاني زخم كبير، يعني برأيك هذا الشيء تمام. صح؟ هلا رد برجع بقول لك بالتاكيد المنتج اللي انتج هي الاعمال عرفان انه رح يسوقها، لانه في اعمال ضخمه جدا. هي الاعمال هلا اليوم هي 5، لانه انسحبوا بروكار 2 خارج، فصار 5. ولكن تخيلي من الـ5 اليوم سالي في 3 مشاريع جديده. 3 مشاريع ستولد درامي، يعني بيئة شامية ستولد في 2021، اللي هن حارة الإبة، وهذا إنتاج كتير ضخم. تخيلي المشروع اليوم إسا ما فاتوا صوروا، أعلن المنتج والكاتب والمخرجة، طبعا المخرجة رشا شربتجي، الكاتب أسامة كوكاش، وشركة عاج اللي هي المنتج، أعلنوا أنه هذا العمل 5 أجزاء ولا يمكن ان يعني يصبح اكثر، وانه هي الحتوته او الحكايه هي تقتضي 5 أجزاء. صوروا 2 وبتموز رح يفوتوا على 3. هذا العمل ضخم، كتير ضخم، بطولة عباس النوري، سلافة معمار، وآخرين الحقيقة من النجوم. نعم. اللي أنا كنت بدي أقول لك هي سمة من سمات هذا الموسم،
انه نحن بلشنا نشاهد انه في اعمال عم تفوت تصور اكثر من جزء ورا يعني بعض. نحن ورا مع بعض ونحن هيك بنكفل يمكن وجود نفس النجوم تمام. نفس الممثلين تمام. هذا بيسموه الاستقرار الفني الحاله الايجابيه وقت نحن بنشوف اجزاء تمام. لانه صراحه وقت بنشوف تغيير في بيكون زائد في ضغط للتكاليف يعني الحقيقه الموضوع كثير هي ولكن انه انت بتنطري كذا موسم ولكن تخيلي كان دوب صوروا اليوم ال 60 حلقه هن خلصوه عندنا بقى حاره الابه وفي عندنا عمل آخر اسمه أولاد سلطان ثلاث مشاريع جديدة يعود أيضا سوق الحرير 2 بجزء الثاني طبعا شركة الإنتاج اللي هي المحطة نفسها حاولت تدخل تغير بالبنى الفنية اليوم بيتصدر الإخراج المسنى صبح وحتى بالكتابة صار في ورشة عمل كمان هي سمة من سمات الدراما منشوفها أنه بلش بعض الأعمال يفوتها ورشة كتابة مع كاتب واحد مثل سوق الحرير في ثلاثة في سيف حامد وفي يزن داهو في حنان المهرجي وبيبقى عنا الخيار أو العمل الأخير اللي هو باب الحارة 11 أطول يعني هو بيعتبره أطول مسلسل عربي تخيلي حلقاته تجاوزت 300 حلقة والمنتج انا سمعت احدى التصريحات انا ما بقى يعني مو مباشره ولكن انه هو يعني ما بيعني إنه لا انه ممكن يوصل للجزء 30 ما عنده مشكله طالما عم يعني عنده افكار جديده عم يحاول انه يصير معاصر يعني هو انه يمكن يوصل لحياتنا الحاليه اللي نحن تمام هي الفكره اللي كانت عم تنطرح يعني بالنسبه للاعمال البيئه الشاميه اذا الرهان عليها الحقيقه في تركيز كثير كبير عليها هذا الموسم على فكره قبل الختام باب الحاره عن جد في عالم لهلا ناطره الجزء مو 11 ناطره الجزء ال 20 منه وفي عالم ملت فدائما أذواق يعني مختلفة وآراء مختلفة يعني فقرتنا مميزة معك ولا يمل من الحديث معك زميلنا ملهم الصالح رمضان كريم عليك وعلى عائلتك كل الشكر لك عليكم وعلى المشاهدين جميعا شكرا كثير لك وقلنا أكيد وقفة أخرى يمكن بختام شهر رمضان لنشوف بقى الآراء النقاد وآراء الشارع السوري بالأعمال الدرامية لهي السنة شكرا كثير لك شكرا وأهلا وسهلا